وللحديث حول شركة جاهز ينضم إلينا من الرياض غصاب المنديل الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الدولية لتقنية المعلومات. مرحبا بك سيد غصاب، نبارك لكم هذا الطرح. الله. التقييم الأول للطرح يقدر كمتوسط 1.5 مليار ريال، ذكرتم في نشرة الإصدار أنه سيتم استخدام 430 مليون ريال من متحصلات الاكتتاب. ماذا عن المبالغ المتبقية وأين ستوجه؟ حياك الله أستاذ عبد الله، سعيد بتواجدي معكم والله يبارك فيك. طبعا أنا أولا يعني خلني أعطيك، قبل بضعة أيام أعلنت شركة HSBC بصفة المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي لشركة جاهز الدولية عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المستثمرين المؤهلين لهم غير الأفراد بين 750 إلى 850 ريال للسهم الواحد. طبعا متحصلات الطرح راح تكون تقريبا 9% منها، أو خلنا نقول 8.5% بداية راح تكون زيادة رأس مال، و9.5 راح تكون تخارج. نعم، 9.5 زيادة رأس مال و9.5 الآخر تخارج، صحيح؟ 8.5 راح تكون زيادة رأس مال و9.5 تخارج بإذن الله. جميل. ماذا عن نتائج الربع الثاني من هذا العام؟ أريد أن أستوضح منك عن نتائج الربع الثاني من هذا العام، وما أسباب تسجيل خسائر في الربع الرابع من العام السابق في ظل جائحة كورونا وأيضا زيادة الطلب على تطبيقات توصيل الطعام؟ اولا احنا يعني اعلنا من خلال نشره الاصدار عن نتائج طرح كامله الى الربع الاول، هو حسب ما ذكر في نشره الاصدار تقريبا بزياده ولله الحمد، تقدر زياده في اول شيء الدخول الى السوق والاستحواذ على السوق السعودي، إلى فبراير تقريبا وصلنا إلى 28%، وهذه زيادة لأول مرة تحدث، يعني أو أكبر زيادة تحدث في المملكة العربية السعودية ولله الحمد. الشيء الآخر، التسعة الأشهر أعلنت كملحق في النشرة ولله الحمد. كم نتائج الربع الثاني بالتحديد سيد غصاب؟ نتائج الربع الثاني أنا أقدر أعطيك إلى الربع الثالث حقيقة كاملة، هذا اللي أعلن إلى الربع الثالث. الحمد لله الأرباح 90 مليار ولله الحمد، 90 مليون ريال الأرباح. أما النتائج بالنسبة للبضائع فكانت تقريبا 3 مليار و 200 مليون. خلال شهر يونيو من العام الماضي جمع تطبيق جاهز 137 مليون ريال من خلال جولة استثمارية، وأيضا تم إصدار أسهم جديدة وتخارج أحد المساهمين. كم بلغت قيمة السهم حينها وأين تم صرف المبلغ؟ كما هو معلن في النشرة أيضا، يعني تم ولله الحمد أكبر، كانت في وقتها أكبر جولة استثمارية. الجولة كانت 137 مليون ريال ولله الحمد، كان فيها تخارج وفيها تقريبا زيادة أو ضخ أموال، كانت ضخ الأموال تقريبا ب 30 مليون ريال سعودي. أين استخدمت المبالغ بالتحديد سيد غصاب؟ استخدمت في أول شيء انتشار جغرافي في المملكة العربية السعودية، تعزيز التقنية، أيضا الدعم في التسويق، في تعزيز التسويق و العروض للعملاء. نعم، ألا تعتقد أن تقييم الشركة الملياري يضع الشركة تحت ضغط ومسؤولية كبيرة على مجلس إدارة الشركة؟ الحمد لله، يعني إحنا جاء في جاهز دائما ولله الحمد نكون نستبق الأحداث، ويعني أحب أعطيك فكرة عن السوق السعودي، يعني بالذات السوق السعودي ولله الحمد يشهد نمو متصاعد. يعني أنت لما تشوف الآن مثلا نسبة اختراق الهواتف الذكية في السوق السعودي تقدر بتقريبا 86% من أعلى المعدلات العالمية هذه كهواتف ذكية، بينما اختراقنا في معدلات التوصيل أو طلبات التوصيل، أجهزة طلبات التوصيل هذه لا تتعدى 18%، بينما العالمي يفوق 30%. ف
فلا زال هناك في السنوات القادمة إلى تقريبا 2023، لا زال ولله الحمد السوق ينمو بشكل متناسب، وفي مجال كبير لجميع التطبيقات أنها تحقق نمو فائق بإذن الله. ذكرتم في نشرة الإصدار أن الشركة تعتزم توزيع أرباح سنوية على مساهميها بما يتناسب مع أرباح المجموعة، كم تبلغ قيمة التوزيعات بحسب خطط الشركة؟ هذه لم تذكر، حاليا هي تم دراستها أولا بأول. هذه توزيع الأرباح منوط بالمجلس الإدارة، وحقيقة هي تأتي بعد كل اجتماع سنوي يتحدد من خلال هذا الإجراء. السعر النهائي للسهم متى سيعلن عنه؟ وهل تعتقد أن السعر ربما يكون غير جاذبا لبعض المستثمرين الأفراد المؤهلين باعتبار أنه ربما يكون من أكبر الأسهم قيمة ما بين 750 و 850 ريالا؟ هو النطاق السعري طبعا كما تم تحديده من قبل المستشار المالي من 750 الى 850. انا بس في نقطه مهمه عبد الله لازم اذكرها هنا عن النطاق تفضل. السعري. طبعا النطاق السعري يعتبر هو احد اهم العناصر في الطرح اللي يتم تحديدها من قبل المستشار المالي، طبعا تتم بعد دراسه جميع مقومات الشركه بالاضافه الى مدى شهيه المستثمرين من خلال البي دي اي او التي يقوم بها المستشار المالي مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار، لتحديد نطاق التقييم، ويتم تحديد هذا النطاق السعري بناء على هذه المعطيات. بالنسبه للتقييم يعني هذه اول شركه يتم ادراجها ان شاء الله على تداول السعوديه، اول شركه ناشئه تقنيه يتم ادراجها على تداول السعوديه، لها طريقه تقييم في الشركات الناشئه مختلفه عن اللي يتم من خلالها تقييم الشركات التقليديه. التقييم هنا ما يتم على حسب الاصول او معدلات الربحيه، يتم عن طريق نموذج عمل الشركه والتنافسيه وفرص النمو التي يحظى فيها في السوق وعدد من العوامل الاخرى المتعلقه بهذه الشركات، مع الاخذ بعين الاعتبار الحمد لله يعني جاهز حققت معدلات ربحيه ايجابيه واداء مالي متميز يعني. ف يعني ولله الحمد جميع مؤشرات الشركه تعطي على حسب التقييم الذي تم اعتباره من قبل المستشار المالي. نتمنى لكم التوفيق غصاب المنديل، الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الدولية لتقنية المعلومات، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.